فالواحد شاف ان انا بالنسبه لي انا اللايف ستايل بتاعتي كانت مهمه اكتر بكتير من التخصص اللي اخده. يعني مهم ان هعيش لايف ستايل كويسه ومواعيدها مظبوطه وبتاع، ودي مش حاجه عند الناس كلها. في ناس بالنسبه لها لا انا اشتغل جراحه ومطز في اللايف ستايل، اللايف ستايل ايه؟ في ناس كده واي ريسبكت ام وزي الفل، بس تبقى فاهم كده من الاول، ما تجيش تشتكي بعد كده يعني. فيعني ديفنتلي انا مش هقول لك حاجه عن النساء. النساء على فكره مش مستحيله خالص، يعني النساء تعتبر رسم الجراحه يعني. بس لازم سكورز عاليه، ولازم تبقى عامل شويه ريسيرش، او تبقى عامل شويه، انا اللي اعرفه مقدم السنه دي نساء وعامل شويه ريسيرش كده، بقاله سنه في جامعه في يال او حاجه زي كده، جاله اكتر من 10 انترفيوز فنسى. يعني فان شاء الله اللي بيشتغل صح بيقدر يجيب له تخصصات في امريكا، مش بتبقى مشكله خالص. هي المشكله بقى ان الواحد لما ما يجيبش سكورز كويسه ويقول ايه، لا انا برضو عايز نسى. طب يا ابني ربنا يعرفه بالعقل يعني. فعشان كده انتوا لسه في سنه خمسه، فديفنتلي لازم تقيم على سكورز عاليه جدا، وفي نفس الوقت تقيم ان انت تعمل حاجات تانيه تخلي السي في بتاعك شكله قوي يعني. فبس يعني ان شاء الله يعني حاسس ان انت عندك بلان برضو كويسه والدنيا عندك متظبطه يعني. متفق معاك. هوقف مع حسام دلوقتي و طب كنت أسألك بس على اتفضل يا حاجة، حسام. اتفضل. كنت بقول لك بالنسبة أنا شغلي دلوقتي، أنا شغال في سنة خمسة، إحنا عندنا نظامنا غير نظامكم خالص، غير يعني عين شمس غير كل الناس يعني. بتعملوا فيعني جراحة او دكتور بطن، أحمد جراحة او حاجة زي كده، او بطن او اطفال حاجة زي كده مش فاكر. كل حاجة مواد يعني في رابعة خدنا 8 مواد، وفي اللي هي بطنه وجراحه ونساء واطفال ومش عارف اوكيبيشنال وكوميونيتي وفاميلي ومشروع ومش عارف ايه، 8 مواد. اي وفي خمسه برضه عندي برضه 8 مواد. فهي الفكره ان انا مش عارف يعني، ببقى عايز اكبر للكليه عشان اذاكر الستيب 1 واشد حيلي وكده، بس برضه ببقى عايز برضه، انا بحب المشكله ان انا بحب كل حاجه يعني، بحب يعني انا كنت شغال عظام بحب العظام يعني عارف، وشغال بعد كده دلوقتي انا شغال حميات، احنا عندنا الحاجات دي مواد منفصلة مش ايوه زي، اي 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 فأنا بحب برضه الحميات انت عارف، وعايز اذاكرها في نفس الوقت عايز اذاكر الستيب 1، فانا مش عارف اكبر لايه واعمل ايه، مش عارف. بص اقول لك حاجه، هو كان في حد بيقول لي مره، كنت بدي زي اونلاين كونفرنس كده في اميد ايست، وبعدين حد سالني قال لي طب حضرتك يعني اذاكر مناهج الكليه ولا حضرتك اذاكر ستيب 1؟ انا مش عارف اعمل ايه وبتاع، يعني اضيع الكليه ولا اضيع ستيب 1. قلت له انت بتنام كام سنه، كام ساعه في اليوم؟ قال لي بنام 7 ساعات. قلت له خلاص نام 6، والساعة زيادة دي تذاكر فيها حاجات يعني اخلق وقت. يعني مش بقول لك ما تذاكرش الكلية او ما يعني اخلق وقت وضحي بحاجات معينة كنت بتعملها بتتبسط بيها، ماتش كورة معين يعني، او الدوري من اوله لاخره، او ما اعرفش تتفرج على ايه يعني، او فيسبوك او حاجة زي كده يعني. أكيد طبعا غالبا هو فيسبوك هو السياسة المتهم الاول. ضحى بالحياة، ايوه هي يعني صدقوني يعني الواحد بيعرف يطلع وقت لو عايز، لو محتاج الوقت هتعرف تطلعه. لان في حاجات كتير جدا بتشغل حياتنا، ويبدا بستيب 1 واديها ساعه في اليوم، او يعني او اقل، ما اعرفش انت وحسب الوقت اللي انت يعني، اعمل جدول للسنه كلها والدنيا ماشي مع جدول. ان انت لو ماشي كده مع نفسك عمرك ما هتذاكر لو ما عندكش، وشوف ناس زيك عايزه تذاكر برضو ما انا شغال في الـ مع في الاستوب الجروب. اللي تبع، مع الجروب اللي تبع فانا قصدي ان تبعنا يعني يعني. يبقى انت المهم يبقى عندك خطه وما تضيعش حاجه قصاد حاجه يعني، اعمل كويس. بس يعني افرض انت عايز مثلا خلاص فاضل 3 4 اسابيع على امتحان ستيب 1 وعندك مش عارف امتحان في الكليه، طز في امتحان الكليه بقى يعني، ذاكره على خفيف وانجح وجيب سكور كويس في كل حاجه، بس مش لازم تطلع الاول على الدفعه يعني. وقتها يعني وقتها ستيب 1 لو فاضل 4 اسابيع الامتحان ركز في ستيب 1 بس. خلاص انت لسه فاضل لك سنه ونص على الامتحان، ذاكر الاثنين عادي مفيش مشكله. بس هو يعني انا اصلا بجيب بي بلس يعني في كل السنين، انا كل السنين بجيب بي بلس مفيش غير يعني، فاللي هي انا ماليش نيابة كده ولا كده، انا مش من خلاص الاوائل يبقى ما اصلا تقعدش فعلا. تموت نفسك. وبعدين بقى يعني هقول لك حاجه انا كنت لسه بقولها للناس يعني، انا عارفش عندنا في كليه في جامعه القاهره الناس كلها بتاخد دروس في كل حاجه،
معرفش عندكم في عين شمس نفس الكلام ولا انتوا يعني انا في اسماعيليه، في اسماعيليه، قناة سوري في سويس. قناه السويس، سوري. هل انتوا قناه السويس نفس الكلام، تقعدوا ما تاخدوا عندناش دروس دروسكم؟ اصلا، الحمد ما لله. عندناش دروس خالص اصلا. فانتوا عديتوا المرحله ديت، الحمد لله. كنت هقول لك يعني وهتاخد دروس، ولا انت يعني الموضوع نيابه مش فارقه، خلاص ما توجعش لا دماغك. ما فيش، عندنا ممنوع، عندنا ممنوع. حلو قوي، عقبالنا ان شاء الله. ان شاء الله. هي الفكره ان يعني امشي، يعني ما تحرقش مراكب، يعني ذاكر كويس وخليك، مين عارف ايه اللي هيحصل يعني، برضو ما تقعدش تحول حياتك كلها، لا انا اصلا رايح امريكا، اصلا انا مش عارف ايه. انت رايح امريكا، بس برضو انت في كليه في مصر وعايز تنجح فيها وتعمل كويس وبتاع، فاديها وقت، بس يعني بالبرايورتي كده، شوف وقت قد ايه هتدولها، يعني حدي كذا مذاكره المناهج بتاعتي وحدي كذا ستيب 1، يعني لازم الاثنين، طيب ما ينفعش تطنش واحد خالص يعني، اه فاهمني؟ بس طب يا وحنا دكتور، بالنسبة ل اي اتفضل. اعمل electives الاول، يعني احاول ادور دلوقتي على electives، ايوه ولا تدور. اركز، ولا ايوه اركز نفسي في step 1، ولا ايه؟ ما بص، ما نفس نرجع لنفس القصه، ايه علاقه انت تدور بالاكتس بستيب 1؟ الاثنين ما هو برضو في بتفرق بقى في هم طالبين، في ناس طالبة step 1، يعني هتفرق في اختياراتي جامد. ايوه، ما انت بتخلص ستيب 1، فدور دلوقتي في اللي مش محتاجين ستيب 1، واول ما تبقى انت خلاص حجزت الامتحان ابدا بقى ادور على بتوع ستيب 1. فيعني ما تضيعش، افرض انت حصلك ظروف وما عرفتش تخش ستيب 1، يبقى ما تروحش electives كمان، فاهمني؟ يعني فالحق. لو انا لقيت حد هياخدني دلوقتي من غير استبان ايوه اروح. طبعا، روح طبعا، فقبل ما تخش سنه سته حتى، يعني هو هل بيفرق معاهم انت دخلت رحت امتى electives؟ ما يفرقش، المهم انت رحت electives وقت الدراسه، هو ده المهم، ما انا مش مشكله هضطر بقى عملتها في اجل رابعه. امتحانات هنا، هضطر اجل امتحانات هنا عشان افضي 2 او 3 شهور، امتحانات ما الستيب 1 عندناش يعني، اجازات. لا انا قصدي امتحانات الكلية. اجلها زي ما انت عايز، ان شاء الله تاجلها 6 شهور ولا سنه، ايه المشكله يعني؟ ما فيهاش حاجه. هتروح على سنة، لا انت لو اجلت الامتحانات، أو يعني هتبقى سنة عندي مذاكرة. يعني احنا قصدك عندنا ان انت فاينل 5، هتاجلها، هتبقى السنه اللي بعدها. ما هي انا عندي، هيبقى عندي فاينل 5، وفاينل 5 ده ماليش دور تاني اصلا. لا، فلو انا عايزه هيبقى خلص السنة الجاية. امتحاناتك، خلص امتحاناتك وقدم على الالكتيفز، انت اول حاجه هتجيلك كمان سنه، فانت هتبقى في سنه سته، مش هتبقى في سنه خمسه خلاص يعني، عمر حاجه هتخلص في شهرين ثلاثه، الموضوع هيبقى السنه الجايه، وما تضحيش بامتحانات ولا حاجه. بس لو في ناس كنت اعرفها اجلت امتحانات سنه سته 6 شهور عشان تروح تعمل الكتيفز، ودي فكره مش وحشه يعني، انت ايه مستعجل قوي تخلص سنه سته ليه يعني؟ انت بالعكس خليك طالب اطول شويه. فالمهم بص، انا هنخش على الابليكنت عشان بس قربنا بإذن الله. طب تمام نخلص. اوكي تمام اوكي خالد، ما اعرفش خالد انت سامعنا ولا لا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذ خالد، السلام عليكم. اخبارك ايه؟ تمام تمام. الحمد لله. أنا خالد من جامعة اسكندرية، تمام. سنة 4، بريند يوث ليست 1 من سنتين، الامتحان إن شاء الله الصيف الجاي. اوكي حاليا انا اخذت، جالي اوبزرفرشيب في جون هوبكنز، في مستشفى جون هوبكنز في العين في الامارات، حلو قوي. في الصيف بعد. التارجت بتاعي ان انا كنت عايز اماتش كارديولوجي، والاوبزرفرشيب بتاعتي كارديولوجي، كويس. و كنت يعني بحاول ان انا ادليك جرادويشن بتاعي السنة الجاية. كنت ايوه عايز اخد، نعم كمل. كنت عايز اخد الكتيف 2 شهر في تورونتو، وام سي جيل في مونتريال، وكنت مش حاج كنت هبص السنة الجاية بحيث ان انا اقعد السنة دي في كندا، وبعد كده ارجع لمصر تاني في 5 او 6 واخد السي كي، واحاول اماتش بعد 6 على طول. يعني كان الهدف ان انا مش عايز اقعد لحد امتياز. تمام، وده تفكير يعني منطقي طبعا. انا ما اعرفش موضوع ان انت تقعد سنه بره، يعني هل ده اوبشن عندك ولا لا في الجامعه في اسكندريه؟ ولكن انا اعرف ناس مقدمه على ماتش السنه دي واضطروا يأجلوا سنه في النص لظروف عائليه يعني، وما حصل لهمش مشاكل يعني، محدش قال لهم ايه ده
لان الكليات بتاعتنا يعني كفته، مش حتى في الاخر ما بيدوك شهاده، مش بيكتبوا ان انت اجلت سنه ولا حاجه، بيكتبوا ان انت دخلت كذا وتخرجت سنه كذا وخلاص. وبس هما بيسالوا في الاراس، بيسالوا هل انت اجلت سنه، هل انت، ولو اجلت سنه بتقول انت اجلت سنه ليه يعني. كارير جاب ولا حاجة؟ مش كارير جاب، بيبقى ان انت خلصت مثلا يعني، تقول مثلا ان انا في هل انت مثلا في سنه اجلتها، اجلت سنه ورحت عملت ريسيرش في كندا في السنه ديت، يبقى ما عندهمش مشكله ان شاء الله تاجل 10 سنين، هو مش فارقه معاهم. لو انت اجلت وعملت حاجه مفيده خلاص، هو ده المهم، مش ان انت اجلت وما اجلتش يعني، ده ما يهمهمش يعني. مثلا في سنه اجلتها، اجلت سنه ورحت عملت ريسيرش في كندا في السنه ديت، يبقى ما عندهمش مشكله اه ان شاء الله تاجل 10 سنين، هو مش فارقه معاهم. لو انت اجلت وعملت حاجه مفيده خلاص، هو ده المهم، مش ان انت اجلت وما اجلتش يعني، ده ما يهمهمش يعني. فطبعا انا مش عارف الكلام ده applicable في كل الجامعات ولا لا. في حد بيقول هنا في اسكندريه بيستعملوا credit system و credit hours، فعشان كده ممكن واحد يعمل حاجه زي كده، انا مش عارف يعني. جامعه القاهره لو لا قلت يا لهم حاليا لا، النظام يعني، بتاعنا ما فيش كريت اوت، انا مش بيبقى عارف، بس ساعة تانية. انا بقول لك، انا في بقيه الجامعات انا ما اعرفش هل الكلام ده ينفع يتعمل ولا لا. بس يعني قاعدين بنتكلم عليك، انت لو عرفت تعمل حاجه زي كده طبعا انا شايف ان دي حاجه كويسه. ان الواحد وهو طالب يحاول يعني فعلا. يا جماعه اي شغل بتعمله وانت طالب، اي شغل بيفرق جدا في الماتش، بيبصوا لك بصه مختلفه تماما، ويتعاملوا معاك ان انت واحد عارف سكتك من الاول، ومش وبتخش في الجامعات اللي بيابلاي فيها الامريكان بقى. فديفنتلي اعملوا حاجات يعني، احنا بنتكلم على شهر او شهرين اكتف، لا يعني لو تعرف تعمل حاجه اكتر من كده اعمل يعني. ما المهم كذا حاجة، هو ريسيرش بوزيشن او ريسيرش اسيستنت بتبقى افيلبل للستودنت مثلا. بص يعني، هو يعني البوزيشن بيبقى اسمه حسب انت جاي على ايه، وهتاخد فيزا نوعها ايه. ويعني لو انت ميديكال ستودنت، افرض انت مثلا رايح كندا ومعاك مثلا بيرمننت ريزيدنس في كندا، ما عندكش مشاكل فيزا، فممكن تروح وتبقى كميديكال ستودنت بتعمل ريسيرش، بيسموك بوست دوك ولا حاجة وبتعمل ريسيرش. في امريكا نفس الكلام يعني، ممكن برضو لو انت ما عندكش مشاكل فيزا، هي بس فكره انت هتاخد فيزا ايه. لو انت على فيزا بي 1 بي 2 يعني، هارفارد مثلا بيعملوا، ممكن تعمل ريسيرش على فيزا بي 1 عادي، وتقعد 6 شهور ولا حتى سنه على بي 1 بتعمل ريسيرش. وممكن تعمل على جي 1 كمان برضو يعني. فلو الجامعه بتاعتك في مصر ما عندهاش مشكله ان انت تسيبك كل دوت وترجع تكمل تاني عادي، ممكن تعمل ريسيرش طبعا. هي الفكرة بقى، هيبقى مشاكل بقى، طب انت هتبقى paid ولا unpaid. طب غالبا هتبقى unpaid، لان هي تبقى حاجة انت مالك student غالبا بتعملها، هتقدر تسبورت نفسك ولا لا، هتقعد عند حد ولا لا، الكلام ده كله بقى هيخش بقى التفاصيل هتخش. بس لو انت تعرف تعملها طبعا بالعكس، اتس يعني بالعكس، انت السنة دي ممكن تخلص فيها step 1، وممكن بعد كده تذاكر كويس step 2، بحيث ان انت تمتحن بعد سنة 6 على طول، وتقدم تبقى fresh graduate، وعمل electives وقت الريسيرش ده، وتتعرف على ناس وتعمل electives اللي انت عايز تعملها في جون هوبكنز اللي هنا. هو قلت لي فين، في قطر ولا فين؟ في العين في الإمارات. في الامارات. فروحت الناس ديت بيبقى عندها connections بناس في امريكا برضو يعني، ممكن تعمل electives هناك وتروح بعدها بعتينك على حد يعرفه في امريكا تكمل حاجه هناك. يعني ستيب باي ستيب تقدر توصل لحاجات كويسه، مش يعني. في ناس تقول لي طب لا انا حاولت ودورت وما لقيتش، يا جماعه يعني دوروا في كل الاتجاهات، ما تبقوش تقولوا لا انا مش هروح كندا. يا عم روح كندا، ايه هي كندا وحشه يعني؟ يعني هم بيحبوا حاجات امريكا، بس لما تقول لهم انا عملت وقعت في كندا، ما ده برضه حاجه كويسه يعني. فديفنتلي يعني انا شايف ان انت عامل خطه كويسه وانت لسه في سنه رابعه، فان شاء الله يعني. انا شايف ان انت I think هتقدر توصل اللي انت عايزه. انت interested قلت لي في انهي تخصص؟ كارديولوجي في الكارديولوجي. كارديولوجي وهو زي ما قلت لكم كده، هو يعني الكارديولوجي يعتبر من الحاجات الكومبيتيتيف. وانس انت خدت باطنه، انت جاي الكارديولوجي مش سهله، unless انت عامل حاجات معينه يعني research في الكارديولوجي، مش عارف ايه في الكارديولوجي. فطبعا لو حد فيكم interested يجي له كارديولوجي، حاول يعمل research كارديولوجي قبل ما يقدم على البطنه في امريكا. ليه بقى؟
لان ما انت وانت في تاني سنه ولا في تالت سنه ما انت هتقدم على كارديولوجي، مش هيبقى عندك وقت تعمل ريسيرش، فكده لازم تبقى عامله قبل النيابه عشان يجي لك. ولكن زي ما قلت لكم كده يعني ال مفيش حاجه مستحيله يعني. في ناس اعرفها خلصت البطنه واشتغل هوسبيتالست كام سنه وبعدين قدم على كارديولوجي، يعني الموضوع يعني مش ابيض واسود، يعني في باك دورز كتير. جميل جدا جدا جدا. طيب وانت انترست انك ترجع مصر بعد كده، ولا عايز تكمل في امريكا، ولا عايز تروح بلد عربيه، هو ولا ما هو المشكلة إن أنا عارف إن أنا لازم أرجع، بس هو لحد دلوقتي مفيش هدف أرجع ليه، يعني ايوه مش عارف يعني عشان الرجوع. ايوه ايوه فبص يعني كلامك ده هو موقفنا كلنا، يعني كلنا يعني حاسين جوانا لا لازم نرجع، بس ما عندناش خطط واضحه جدا تخلينا نرجع يعني. ف anyway هوقف مع خالد دلوقتي وهنرجع لك تاني لو كان عندنا وقت خالد، بس يعني انا شايف ان انت عندك بلان الحمد لله جامده جدا، ربنا يوفقك ان شاء الله.